البلد في بناء الدول وتنمية الموارد البشرية. نسأل الله العلي القدير أن نكون قد ساهمنا ولو بالقليل في الارتقاء بالإنسان الذي هو هدفنا وغايتنا ثمارها في هذا الحفل البهيج. والشكر موصول كذلك للدورة التي كانت تحت رعاية مكتب التعليم الخاص إجدابية ومكتب العمل إجدابية، فباسم شركة التقارب للتعليم والتدريب نشكرهم جزيل الشكر على ما بذلوه من جهد في الوسائل التعليمية مثل الأخصائي الاجتماعي. نحن في هذا اليوم نشكر شركة التقارب على إقامة هذه الدورة. شركة مهتمة بالتدريب، وهذا نتابع الشيء هو تابع للتنسيق والتوافق بين سواء القطاع العام والقطاع الخاص من خلال التعليم الخاص. أنا من الأيام اللي فاتت كنت نخرج الدفع في شركة الدراسة التدريب المهني والحرفي، وهذا الشيء يعني يكون له خاصية. أستاذة سميرة نجيب. الذي كان نتيجة لولاية الحرب والدمار، وهذا انعكس بطبيعة الحال على الطفل